يقولون انت لما تزور العباس تزور الحسين عليه السلام، عندك مريض تقول يا ابا عبد الله اشفي مريضي، هذا شرك بالله، لان الشفاء بيد الله مو بيد الحسين، واحنا نعتقد ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى، احنا ما نقول الحسين عنده جبهه مقابل الله، اعوذ بالله، يعني الحسين اذا شفى مريضنا فبالشفاعه الى الله. الله سبحانه وتعالى اعطى للحسين مزيه الشفاعه، والدليل على ذلك احنا الان كل مسلم وغير مسلم تسأل كم خالق عندنا، كم خالق عندنا، كم خالق عندنا، اسألكم واحد، ها؟ الله يقول للمسيح عيسى ابن مريم وإذ تخلق من الطين، تخلق انت، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. المهم كلمة بإذني، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام خلق الطير، لكن بالذات من نفسه، ها، اعتمادا الى قوته هو، لا، قوة من؟ قوة الله سبحانه وتعالى. بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، هاي وحدة. ثانيا، احنا نجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشفع به الى الله تعالى، نستشفع به الى الله تعالى ونسأله ان يستغفر لنا. بأي دليل؟ خلي اعلمك الآية، الآية احفظها لا تنساها، اقرأ الآية، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. معناه واضح بعد، الله سبحانه وتعالى يؤمر يقول اذا اذنب منكم ذنبا تجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، تجي الى رسول الله تستغفر انت قدامه، وتطلب من رسول الله هم يستغفر لك، ذاك الوقت الله يغفر لك. معنى صحيح، ومن يغفر الذنوب الا الله، ومن يغفر الذنوب الا الله، ماكو احد، حتى رسول الله ما له حق يغفر لنا، رسول الله على فدوى لسنا، فدوى لنعاله، رسول الله على عظمته ومنزلته ما إلى الذرة حق أن يغفر لنا. نعم له الحق أن يستغفر، تعرفون الفرق بين يغفر ويستغفر؟ ها؟ يغفر هو يغفر، يستغفر يطلب المغفرة، يطلب المغفرة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا عندما نصدر منا ذنبا نأتي إلى رسول الله، نستغفر الله ونطلب من الله. بعدين آية أخرى، هذين الآيات احفظوهن، الآية الأخرى أولاد يعقوب لما انكشفت قضيتهم قالوا لأبيهم يعقوب، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال ليش هم ما استغفروا؟ ها؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أبوهم شنو قال؟ أبوهم شنو قال؟ قال سوف استغفر لكم ربي. هسه ما علينا سوف، ليش أخر؟ ليش باللحظة ما استغفر؟ هذا إلى في التفصيل. قال سوف استغفر لكم ربي، معناته يحق إذا للمذنب، المذنب يقدر رأسا مباشرة يستغفر الله، يقدر هم يروح إلى النبي، يروح إلى النبي ويستغفر له. إذن هذا بالنسبة إلى النبي، شوي طول بالك، بعدنا ما خلصتها. زين إحنا الآن منين نجيب رسول الله؟ منين نجيب يعقوب حتى يستغفر لنا؟ ها، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول إن يعقوب استغفر لأولاده بأمر بإذن من الله، هذا كلام من كلام الإمام الرضا،
يقول ونحن ورثنا هذا المقام، مقام الاستغفار، ورثناه من جدنا رسول الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت يحق لك تقول للحسين عليه السلام، قل يا أبا عبد الله أنا مذنب، وأنت إلك ورثت من جدك رسول الله مقام الاستغفار، جدك رسول الله بالمدينة، أنت هنا بكربلة وأنا بكربلة، أنت ورثت هذا المقام، أنت وارث جدك، لعلك تسأل هذا الميراث الورث منين إجي؟ أول لما تدخل على زيارة الحسين شو تقول؟ السلام عليك يا وارث آدم صفة، يا وارث إبراهيم، يا وارث نوح، يا وارث موسى، يا وارث عيسى، يا وارث محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ورث الحسين من جده؟ ماذا ورث الحسين؟ فلوسه وأملاكه وأراضيه؟ لا طبعا، فاطمة الزهراء ورثت المادة والمعنى، وقطعوا عنها الورث، منعوها من العرث، ولكن هذا الميراث المعنوي، يعني المزايا التي أعطاها الله لرسول الله الحسين وأمير المؤمنين والأئمة واحدا بعد واحد، ورثوا هاي المزايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وين الشرك؟ هذا مو شرك، هذا احنا عندنا دليل.